ده إن شاء الله حل ليسون 2 كونسبت 3.1 ليسون 2. أول سؤال عندنا هنا بيقول لي إن ذا هير دراير، يعني السشوار بتاع الشعر، الإلكتريك إنرجي بتتحول لإيه؟ الهير دراير بيحول للثيرمال وساوند وكاينتيك، يبقى الإجابة هتبقى إيه؟ نمبر 2. نمبر 2 بيقول لي إن ذا ماشين واشنج ماشين، يعني الغسالة، مين الإنرجي اللي بتتحول لكاينتيك؟ أي جهاز فيه فيشة يبقى من إلكتريك لكاينتيك أند ساوند. نمبر 3، you feel warm when you rub hand because نقط energy convert into thermal، يبقى من kinetic لثيرمال. بلانت كان convert light energy from sun into نقط energy، أول ما يقول لي energy stored طاقة متخزنة جوه الأكل يبقى chemical. if you eat apple لما ناكل تفاحة كده حولنا من chemical لكاينتيك. سؤال رقم 6، الالكتريك واير اسلاك الكهرباء لازم تكون مصنوعه من الكبر النحاس، ترو اور فولس؟ اول سؤال. نمبر 1 بيقول لي ان ذا سوت ديسبنسر البوتنشال انرجي كونفيرت انتو كاينتيك، صح البوتنشال كاينتيك. ان ذا الكتريك بلندر، كلمه بلندر يعني خلاط، الساوند كونفيرت انتو الكتريك، لا العكس. نمبر 3، موست انرجي تشينج ستارت وذ مون، اي انرجي تشينج يبتدي بالمون، لا يبتدي بالصن. light energy from sun help tree to grow، صح both، يعني هما الاثنين الهير دراير والواشنج ماشين بيعتمدوا على نفس نوع الانرجي، صح بيعتمدوا على الالكتريك. نمبر 6 بيقول in the electric power station is sound produced from burning، اول ما الاقي كلمه burning يبقى thermal. نمبر 7، there is energy waste when energy transform from form to another، هقول له الاجابه صح في طاقه بتضيع. energy can be destroyed، طبعا لا الطاقه ولا created ولا destroyed. ال scientific term، اول سؤال بيقول لي energy produced from battery، الباتري جواها chemical لكن بتطلع electric. سؤال رقم 2، energy used to operate television، ايه الطاقة اللي operate يعني تشغل التلفزيون؟ هقول له electric energy. السؤال رقم 3، main source of energy، مصدر الطاقة الرئيسي هو الصن. السؤال اللي بعده بيقول لي energy produced from burn، لو لقينا burn يبقى thermal energy. السؤال رقم 5، substance produced from remain of dead، بقايا النباتات بتطلع كول، صح. energy stored in cool، الطاقة اللي متخزنة جوه الأكل أو البتري أو الفيول كله طاقة chemical. الكمبليت بيقول لي energy produced from battery، يعني البطارية بتطلع إيه؟ هقول له بتطلع electric. سؤال رقم 2، when you press the soap dispenser، لما بدوس على السوب dispenser بيحول من potential to kinetic. السؤال اللي بعده هنا بيقول لي energy produced from washing machine، الغسالة بتطلع طاقة ايه وايه؟ هقول له بتطلع kinetic وبتطلع sound، اي غسالة بتطلع kinetic وبتطلع sound thermal. السؤال اللي بعده، when you rub hand، لما احتك ايد ببعض هتحول من kinetic لثيرمال، اول جمله هتبقى kinetic وتاني جمله ثيرمال. السؤال اللي بعده نمبر 5، in energy chain، الطاقه الويست الطاقه الضايعه بتكون طاقه ثيرمال. give reason there is an energy، this energy chain when you press the spring of soap dispenser، ليه الطاقة بتتغير لما بدوس على السوب dispenser؟ هقول له عشان بيحول من potential لكاينتيك. نمبر 2 بيقول لي when you rub your hand you feel warm، ليه لما احتك ايدي ببعض بنحس بالدفء؟ عشان بيحول من كاينتيك لثيرمال. نمبر 3 بيقول لي not all energy that enter the energy chain completely reaches the device،
مش كل الطاقة بتوصل للجهاز. هقول له ايه السبب؟ هقول له some energy waste in form of heat، في بعض الطاقة بتضيع في صورة حرارة. What happened? That change of energy when we turn television. لما نيجي نشغل التلفزيون هقول له بيحول from electric into sound and light. Number two في what happened بيقول لي ايه اللي يحصل to change of energy when burn a wood. هقول له بيتحول from chemical energy, change from chemical into thermal. هنا بيقول لي الطاقة اللي طالعة من الصن اسمها solar energy. Convert into ايه جوه التري؟ التري طاقة كيميكال، يبقى دي نمبر 1. طب لما يحصل بيرنينج اي حاجة تتحرق تطلع ثيرمال وتطلع لايت، تنور، الحريقة بتطلع نار. طب السؤال اللي بعده، الالكتريك بلندر الخلاط السولر بيتحول ايه جوه الكول؟ لو لقينا كول يبقى كيميكال. طب لما جوه محطة الكهرباء بيتحول لثيرمال اند كاينيتيك، طيب بيتحول ايه جوه الواير؟ لو لقينا واير يبقى الكتريك. طب نيجي نتكلم على البلندر، البلندر لما بيشتغل يطلع طاقة ايه وايه؟ كاينيتيك اند ساوند. كده نكون خلصنا حل ليسون 2.